محمد سلام عليكم. السلام عليكم. هنا تفضل يا محمد. تفضل يا محمد، انت على الهوا. محمد انت لسه معايا ولا الخط وقع؟ فشلت، فوجئت بانها عامله جروب على الفيس. لا 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 استنى، عيد 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 من تاني، عيد من تاني يا محمد، عيد من تاني، ما سمعتش حاجه خالص. زوجتي، ايوه مراتي. ايوه ها، فوجئت انها عامله جروب على الفيس. ماشي تمام، وبتتكلم على 12 راجل وانها بتبعت رسائل حب وغرام والحاجات دي كلها، فانا مش عارف ارد اقول ايه. انت يعني متاكد يا محمد؟ وديت عند وديت عند اسرتها و عارف ان قريت الرسائل دي لدانيا. يعني انت متاكد ان الحساب بتاعها لم يتم اختراقه؟ لا يا فندم، هي اللي كتبت الرسائل وواجهتها بيها، وهي اقرت بهذا واقرت بذلك وقالت لك ان هي اللي عملت كده. وهي اللي عملت كده، بتقول لي هي اللي بتلاقي نفسها معاهم وبتلاقي ظروفها وبتلاقي جواباتها والحاجات دي كلها. انت عندك كم سنه يا اخي محمد؟ انا 37. حاضر يا محمد، ليك سؤال تاني؟ لا فندم شكرا. اتفضل يا محمد. لا حول ولا قوه الا بالله، اللهم استر علينا يا رب. ام احمد، المائده بتاعه الافطار الله يرضى عنك ويتقبل منا ومنكم، انت بتدفعي الفلوس في المسجد، المسجد بيعمل مائده، هل ده افطار صائم؟ نعم هذا افطار صائم، وربنا يتقبل منا ومنكم ويغفر لنا ولكم ويجعل اعمالنا واعمالكم خالص. محمد بص يا محمد، مش عارف اقول لك ايه، مش عارف اقول لك طلق ولا المسألة صعبة جدا يا محمد. طب بص يا محمد، أنا هنصحك إنك تعرض زوجتك على طبيب نفسي، ربما كان فيه سبب لهذا، لكن إن ثبت بما لا يدع مجال للشك إنه مفيش أي ضغوط أو أي أسباب دفعتها إلى أن تفعل هذا وفعلت هذا طواعية، أنا آسف مفيش إلا حل واحد بس أنت عارفه، وهو الطلاق، وإنا لله وإنا إليه راجعون. لكن ما أنصحكش أنك تتسرع فيه، المسألة هتفرق عندي أنت كشفت الموضوع بنفسك ولا هي اللي اعترفت لك. لو أنت كشفت الموضوع هيبقى حكم صعب شوية، هيبقى حكم زي ما أنا بقولك، لكن لو هي اللي اعترفت المسألة هتختلف شوية. ليه؟ هقول لك إن هي حست بالغلط بتاعها وعايزة تنضف من الخطأ اللي بترتكبه فعملت كده. الله يقول في القرآن: وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليه. فأنت لو كان الخطأ اللي عندها له سبب، أصل أنا مش متخيل المسألة بالصورة دي. يعني السؤال بيقول إن ده حد مش طبيعي يا محمد، فممكن يكون في فعلا مرض أو حاجة، فعرضها على طبيب متخصص يا ابن الناس الأول وبعدين احلها ربنا، لكن لا تتسرع في أمر الطلاق.